أن عندنا سيرة لا بد أن نتعرض لها في هذه الليلة، وهي سيرة وصول الإمام الحسين إلى كربلاء. ليلة خامس وراح الرايح. الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يسير مع ركبه، يسير قاطعا هذه البيداء، وإذا برجل في ركبه يكبر فيقول الله أكبر. قالوا ما عندك؟ لما كبرت؟ قال أرى نخلا في الأفق. قال الإمام حقق النظر، فإني لا أعرف أن هنا نخلا. فحقق النظر فإذا هي رؤوس الأسنة، وإذا هو الحور ومعه 1000 فارس. وصلوا في الظهيرة وكان الجو قائض، فكانوا ظمأ عطشا، فأمر الحسين بسقيهم وأن رشفوا الخيل ترشيفا. وفعلا سقي القوم، استقر بهم المجلس. الإمام يعرف لو ايش جايين. قال إن كنتم كارهين قدومي فإني أعود أرجع من حيث أتيت. قال الحر هو أمر من عند الأمير يا أبا عبد الله. وإذا بالمؤذن يؤذن للصلاة، فقال الإمام للحر أتصلي بصحبك وأصلي بصحبي؟ قال بل نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. صلى القوم مع الإمام الحسين. لما فرغ الإمام الحسين من الصلاة قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم ما جئتكم إلا بعد أن جاءتني كتبكم. فقال الحر لست ممن كاتبك يا أبا عبد الله. فأمر الإمام بخرجين مليئين بالكتب فنثرهما أمام الحر، فقال يا أبا عبد الله لست ممن كاتبك. قال الإمام إذن ماذا تريد يا حر؟ مش عندك؟ قال إن عندي أمرا من عبيد الله بن زياد أن أنزلك الكوفة مقيدة وأنزلك على حكم الأمير. قال الإمام الحسين الموت أدنى لك من ذلك، الموت أقرب إليك. قال إذن أسايرك يا أبا عبد الله. ركب الإمام الحسين وأمر بالمحامل والنساء أن تركب، فسارت ضعينة الحسين، وكان الحسين يتياسر يعني شوية يحاول يقترب من الكوفة، وإذا برسول من ابن زياد إلى الحر أن يا حر جعجع بالحسين، هذه الإبل تحتاج مساحة علشان تمشي براحتها، إذا ضاقت هذه المساحة بحيث يدخل مسير الإبل مع الآخر فإن الإبل تضطرب، يعني مشيتها تختل وبالتالي الهودج يرتبك ويتزلزل. وإذا بالحر يجعجع بالحسين أي يضيق السير على الإبل، فأخذت المحامل يدخل بعضها بعضا، فارتاعت النساء وارتاعت زينب. التفت الإمام الحسين إلى الحر قال ما تفعل يا حر؟ ثكلتك أمك؟ قال لو قال غيرك هذه الكلمة لأشبعت أمه بالثكل، كيف وأمك الزهراء؟ قال ما عندك يا حور؟ قال عندي أمر من الأمير أن أجعجع بك يا أبا عبد الله وأنزلك على أرض لا خضر فيها ولا ماء. وإذا بزينب تطل من محملها إلى من يا مؤمن؟ راح الرايح اليوم نوصل الإمام إلى كربلاء. أبو فاضل وينك يا كفيلي؟ وإذا يجي أبو الفضل وهو قريب عند محملها،
أبو فاضل قاعد يسمع الكلام الحين، ما عندك يا أخي؟ قالت أخي أبا الفضل قل لأخي أن يلين الكلام مع القوم. عجيب يا زينب، ليش ليش؟ قال فقالت فإن بنات الرسالة قد ارتعن يا أخي. هني أطل أبو الفضل على زينب، وإذا بها مرتاعة صاحت بكاء في الهي شديد العزم والباء. انشر البرق يا عبا، جني عاينها مصيبة شي بره، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود ابدا ما تذلين، لا تنقلب شاماتهم ويا العراقين، لطحن جماجمهم وانا حامي الضعينة، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الروع، انا ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلمني لاحمل على العسكار وذكرهم بابونا. نزل يشد المحمل، ها يا مؤمن. التفت الحسين الى العباس، واذا بالعباس يشد محمل زينب، واذا بالحسين يخاطب ابو الفضل، وش صاير؟ ها صد ليك الساعة وعباس نازع محمل الحق صوتك، ها كل ساعة وعباس نازع محمل الحق صد حسيني ناشيدة شنهي نزل. قال لي يا خو يا نزلتي تدري بخي نبدأ ما تحمل الذل والهضم ربيا وعباسا. وإذا بالإمام يلتفت إلى أصحابه يقول أمنكم أحد يعرف جادة غير هذه الجادة ويحدي النوق ليهدئها؟ تقدم يا مؤمن الطرماح، مسك بزمام النوق، وإذا بالعباس يده على يديه، قال يا أبا الفاضل اترك لي زمام النوق. قال لا أتركها، هذه عهدة في يدي. تقدم الطرماح يحد النوق، وإذا به يقول يا ناقتي لا تذعري من زفري، يا ناقتي لا تذعري من زفري وشمري قبل بوزو بخير ركبان وخير. صوتك صوتك وياي، ها بخير ركبان وخير سفر. قالوا رسول الله جميعاً، يا مالك ضر معا والنا أي الحسين
عن سيدي الناصرين، وإذا بالجواد الحسين قد توقف بينما الصبط بأهله مجدا في قال: ما اسم هذه الآل؟ قالوا: تسمى نينوى. وألها اسم غير هذا؟ قالوا: الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قال: العقر. أعوذ بالله من العاقب. ألها اسم غير هذا؟ مؤمن الإمام الحسين يعني ما يعرف هذه الأرض؟ إنما يسأل وهو العالم. الكل سكتها لأنهم يعرفون مرمى الإمام الحسين. وإذا بأبي الفضل كأنما يقول: تسمى كربلاء. قال: كرب وبلاء. أخذ يفصل مصارعهم. قال: هنا يقتل ولدي علي الأكبر، وهنا تقطع يمين أخي أبي الفضل، وهنا يساره، وهنا تفضخ هامته، وهنا يقتل ولدي عبد الله الرضيع. من الوريد إلى الوريد، شنو المصيبة العظمى يا مؤمن؟ وهنا يصعد الشمر على رأس على صدري. أين المنادي وحسين؟ وحط على الوادي، وحط على الوادي، ويا عزوتي ويا رجالي، حط على الوادي. يا قوم أنا بسألكم على الوعد.
نصب الأرض لا فيها وده الأرض يا صحابي تسبى نسونا فيها وده الأرض يا صحابي تسبى نسونا فيها وده الأرض يا صحابي تسفك دماءنا فيها وراضي أنا التربة وحطوا على الوالي. وإذا بالإمام يقوم بإنزال بالأمر بإنزال النساء يا مؤمن أهلي تصويرها شنو هذا التصوير كأن الإمام قد أنزل النساء ولكن قد على صوت طفل رضيع بالبكاء وإذا صوت من؟ صوت عبد الله الرضيع كأن قلبه قد أحس بالوجع والخوف من هذه الأرض كلما حاولوا بإهداء روعه ما هدى لكن جاء الإمام الحسين أخذ يسر له بحديث فهدى وش قال لي يا مؤمن أريدك يا ابن عبد الله تماثل محسن ابن أمي عندك قدوة عندك أسوة تمشي عليها شنو الأسوة ها؟ ذلك الحمل الذي عفره عند الماء أريدك يا ابن عبد الله تماثل محسن ابن أمي وليك قبر وليك قبر يا مؤمن وتتوسد على صدري وانا فوق الثرى قرمي لكن هذا القبر يا بني راح يكون عقب شيء شنو هذا الشيء بعد ما تدوس الخيل جسمك بالثرى وجسمي ودمك يقبل الباري ويغمرنا برضوانه يا الدعاء جدك يا ابني واعدني ثلاث سهام في عاشور تتحمل يا مؤمن جدك يا ابني وعدني ثلاث سهام في عاشور لك واحد من الاسهام جدك يا ابني وعدني بثلاث سهام في عاشور هنا هدأ روع الطفل سهم مثلث ابن احراك يوقع والدموم تفور عبد الله وسهم ثاني وين يا ابن وسهم معين ابو فاضل ويخليني بظهر مكسور شنو السهم الثالث يا ابن وابوك بسهم مثل النار